فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من أسلم على يد القبوريين وأصحاب البدع وهو يظن أن هذا هو الإسلام، فهل يحكم له بالإسلام الصحيح؟ لا، هو المقصر. لماذا لم يذهب إلى أهل العلم يسألهم عن الإسلام الصحيح؟ لماذا يقتصر على المخرفين والدجالين؟ هو المفرق. الكتاب هذا من هو له؟ سم؟ من هو له الكتاب؟ المعلق عليه؟ إيه. الكتاب أولا، مش الكتاب؟ الكتاب اللي معه الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. الدر النضيد هذا علق عليه شخص اسمه أبو عبد الله الحلبي. إيه؟ عندهم جهل الله يعفو عنهم، يعلقون وهم ما عندهم علم يعني في هذا الأمر، إنما هم محبون للخير وعندهم رغبة بالخير، لكن الجهل مصيبة. نعم.